اشتم الخيط انت يا نصاصي سنت امير امور من بيعون انت بيعون اسنيو أخفيت عن الحكماء والفهامة هذا أظهرته لنا نحن الأطفال الصغار وما اشتهى الأنبياء والملوك أن يروه ولم يروه هذا أنعمت به لنا نحن الخطى كي نخدمه ونتطهر من قبله عندما قمت لنا تدبير ابنك الوحيد والسر الخفي الذي لهذه الذبيحة هذه التي ليس دم الناموس حولها ولا بر الجسد أما الحمى الفروحي وأما السكين فنطقية وغير جسمية هذه الذبيحة التي نقدمها لك صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا رب ارحم أسأل ونطلب من صلاحك يا محب البار طهر شفاهنا واعتق عقولنا من كل أخلاق الهيور وارسل لنا نعمة روحك القدوس واجعلنا أهلانا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوعنا في دينونة من موهبتك الغير الميتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا تقدموا على هذا الرسم قفوا بخوف ورعدتين وإلى شرق زوروا يا رب انعم
جميعكم. ارفعوا قلوبكم إلى الرب فلنشكر أكسيون كزيكيون أكسيون كزيكيون أليسوس غار خنوم اسمي أكسيون كزيكيون أيها الكائن السيد الرب وإله الحق الكائن قبل الظهور والمالك إلى الآباد الساكن في العالي والناظر إلى المتواضع الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيه أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى الجالس على عرش مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة أيها الجلوس قفوا فيتوهراتو نهرف إنجيل إنجيلوس نمني عرش أنجيلوس الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة الرياسات والسلطات والكراسي والربوبية والقوة وإلى أنت الذي يقوم أمامك ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة القديسين يخدمونك أنت الذي يقوم أمامك كائناك الأحياء الكريمان جدان ذو الستة الأجنحة الكثيرة الأعين السرافيم والشاروبيم فبجناحين يغطون وجوههم من أجل لاهوتك الذي لا يستطاع النظر إليه ولا التفكر فيه وبسنين يغطون أرجلهم ويطيرون بالسنين الآخرين لأن في كل زمان يقدسك كل أحد لكن مع كل من يقدسك اقبل تقديسنا منا نحن أيضا يا رب إذ نسبحك معهم قائلين
قدوس 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 بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونوفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعاتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح فيتيف الخن بابن مايس اواب نميف الخن تي بارسينوس اس اواب ماري Jesus, oh, of the Romeo, oh, of the Savon, I'm waiting to be okay. Ever Harris is still on him, be me, see, be able to show it, and oh, more, me, more. تجسد وتناس وعلمنا طرق الخلاص وأنعم لنا بالميلاد الفوقاني بواسطة الماء والروح وجعلنا لحم شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به وبعلم قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصليب حتى النور وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكون بالعدل ويعطي كل واحد فواحد كنحو أعماله السر العظيم
الذي للتقوى، لأنه في مواسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. على يدي الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دناس، الطوباويتين المحييتين. أؤمن أن هذا هو بالحق السماء إليك يا الله أبه وسيد كل أحد وشاكرا. وأعطاه لخاص تلاميذ القديسين ورسل الأطارقة إلان، خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا. هذا صنعوه لذكري. العشاء مزجا من خمر وماء وشاكرا. رسول طارق قائلا، خذوا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم
وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا، هاتسمعوه لذكري. هذا هو أيضا بالحقيقة لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن آجي. آمين آمين آمين. بموتك يا رب نبشر، وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف، نسبح فيما نحن أيضا نصنع ذكرى آلامي المقدسة وقيامتي من الأموات وصعودي إلى السماوات وجلوسي عن يمينك أيها الآب وظهوري الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدان، نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. اسجد لله بخوف ورعدة الخبز جعله جسدا مقدسا له. وهذه الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له. وأيضا حقا لغفران الخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم، لكي يكون لنا نحن جميعا المتناولين منهما إيمانا بغير فحص ومحبة بغير رياء. وصبرا كاملا ورجاء ثابتا في رياليسون، إيمانا وسهرا وعافية وفرحا. يا رب ارحم. وتجديدا لنفوسنا وأجسادنا وأرواحنا ومجدا لاسمك القدوس في رياليسون، وشركا في الحياة الأبدية وعدم الفساد وغفرانا للخطايا. يا رب ارحم.
مسألك يا رب حل المربوطين، خلص الذين في الشدائد. ألقي يا عشبعهم صغير القلوب عزيهم. يا رب ارحم الساقطين أقمهم والقيام ثبتهم. الضالين ردهم ادخلهم جميعا إلى طريق خلاصك. عدهم مع شعبك ونحن أيضا انقذنا من خطايانا صائرا حارسا وساترا علينا في كل شيء. أمين يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. شاتنين بالنيبة شيب الخنيس وابن طاب يطوغو انتين نفسي شي نمن صوما نمنين ابن غما ينتين شو بنو صوما ينوت نمو ابن غما ينوت انتين جيبين امير سنمو كليرو سنمي يسوى بتيرو تبرنك يجينبيني جعلنا مستعقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية. صلوا من أجل سلامك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية. التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وكل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. وأولا نذكر يا رب أبانا الطباب المكرم رئيس الأساقف بطريركنا البابا المعظم الأنبا شنود الثالث وأخير روح مارو أغناطيوس زكا بطريرك أنطاكيا وأخير روح أبونا أنطونيوس بطريرك أريتريا وأبونا بولو بطريرك أثيوبيا. صلوا من أجل رئيس كانتنا البابا المعظم الأنبا شنود الثالث بابا وبطريرك ورئيس صدفة المدينة العظمى الإسكندرية وأخير روح ماري إغناطيوس زكا واصل أول بطريرك أنطاكيا وأبونا أنطونيوس بطريرك إريتريا وأبونا بابلوس بطريرك أثيوبيا وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا أباكير وسائر أساقفاتنا الأرثوذكسية. الذين يفصلون معهم كلمة الحق باستقامة نعم بهم على كنيستك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة. من أجل القمامسة والقصوص والشمامسة وليبوز ياكونين وسبع طغمات كنيسة الله. يا رب
وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا. ارحمنا يا الله الآب وبطاعة الكون. اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات أبائنا الأرثوذكسيين. من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديرة. والساكنين فيها بإيمان لا تفض يا رب ومثل وصورة الأرض في هذه السنة باركة. ضبوا عناوات السماء وثمرات الأرض والشجر والقرون وكل شجرة مثمرة في كل المسكونة لكي يبارك المسيح إلهنا ويكملها سالمة بغير آفة ويغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. صعدك مقدار يا كنعمتك فرح وجلال يروى حرصها تكسر أسمارها عدى للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد املا قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن ايضا اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. قريب من يبشوس اني طبقين لك خون النيزور نمني طبقين وجوه نمني طبقين ويبولي توتو وين اوتير بفيك بيبول خني في قوي. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم العبرة السماء صنوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا يا رب ارحم.
بزر شوي صوصاني بنت بك مونوقي سرنا شفير برب بنت يسوى بنطاك أريك طاق سنب شوي سنتك رب مبي إن يسوى كتير ويطابرانك يسجن بي والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأقصار القديس المملو مجدان اسمي والقديس يوحنا الصادق الصادق والشهيد والقديس استفانوس رئيس شمامسة وأول الشهداء وناظر لله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس ساويرس ومعلمنا ديوسقوروس والقديس أثناسيوس الرسولي والقديس بطرس رئيس الكهنة وخاتم الشهداء والقديس يوحنا ذهبي الفم والقديس ثيودوسيوس نمبياجيوس ثيوفيلوس نمبياجيوس ديمتريوس نمبياجيوس كيرلوس نمبياجيوس فاسيليوس نمبياجيوس أرغوريوس بيسيولوس من بياجيوس أرغوريوس بيساوماتوروس من بياجيوس غريغوريوس بيأرمانيوس والثلاثمائة وثمانية عشر المجتمعين بنقية والمائة والخمسين بالقسطنطينية والمئتين بأفسوس وبانا صديق العظيم أنطونيوس والبار أمبابولا من بشم تسواب أظامك شريتيرو ارستورو فوروس ابانا بحنس القموس ابانا ببشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح ابانا ببولا الطموهي وحسقيال تلميذه وسيدي لبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس والتسع والأربعين شهيدا شيوخ شهيد والقوي القديس الأنباء موسى ويحنس كما القس أبنا بدنيا للقموس أبانا بيس زوروس القس أبانا ببخوم بالشركة وتدرس تلميذه وأبانا بشنود رئيس المتوحدين وأنبويصة تلميذه أبانا بنفير وأبانا بكراس وأبانا ببنوتيوس وأبانا بيوحنا الساحر
وابان بصمي المعترف ويسطس وابل تلميذي ابان ببرام اسقف الفيوم والجيزة والقمص من خيل البحير تلميذ وكل مصافق الديسيك اننا يا سيدنا لسنا اهلا ان نتشفع في طبوية اولئك القديسين بل هم القيام امام منبر ابنك الوحيد ليكونوا هم عوضا عنا يتشفعون في مسكنتنا وضعفنا كن غافرا لخطايانا تاركا لأسامنا من أجل طلباتهم المقدسة ومن أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا القارئون فليقولوا أسمى بين البطارق القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا فيما آناك ونعم لنا بسلامك إلى التمام في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس بركة وسلام لجميعكم ولروحك أيضا وأيضا
ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسرار الإلهية غير المائتة. الجسد المقدس اسجد لجسدك، المقدس والدم الكريم اللذان لمسيحه ضابط الكون الرب إلهنا. آمين آمين. صلوا الآب الإله الذي قبل الظهور رئيس الكهنة الأعظم الذي تجسد وتأنس من أجل خلاص جنس البشر ودعا له من جميع الأمم جنسا مختارا مملكة وكهنوتا وأمة مقدسة وشعبا مبررا. إذا أرسلت الروح القدس على الرسل في يوم البنطقسطي وحل عليهم مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم وملأهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية كوعدك الصادق وتكلموا بكل اللغات وبشروا باسمك القدوس في جميع الأمم. كيري ليسون كيري ليسون وبولس الرسولان فكان ظل أحدهما يشفي الأمراض وكانت مناديل وعصائب الآخر تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة وبعدما كرز بإنجيل الملكوت وعلم الأمم سفك دمهما من أجل اسمك القدوس ونال إكليل الرسولية وإكليل الشهادة. كيرين سون كيرين
ورسل المكرمين بحلول الروح المعزي عليهم وأعطاهم السلطان أن يصنعوا الأشفياء والآيات والعجائب وبشرون باسمه القدوس وردون إلى الإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس تنهوسيروك تنسموروك تنتيونك تنونينك الزينين اشتئين همور نسبحك ونباركك ونمجدك ونشكرك لأجل هذه النعم العظيمة ونسألك يا سيدنا أن تنعم علينا بغفران خطايانا وتطهر نفوسنا طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا وقلوبنا وعيوننا وأفهامنا وأفكارنا ونياتنا لكي بقلب طاهر نكسر بدلا بغير خوف أن نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماء ونقول يا أبانا الذي ليتقدس اسمك يأتي ملكوتك وتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير من ما سيصنع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها فلست حقا ومع روحك ايضا ننصت بخوف الله القدسان
الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس آمين. واحد والآب القدوس، واحد والابن القدوس. سوماجيون كيماتي ميون أليسينون إيسو خريستو تويو تسيو إيمون آمين. قدسون وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إله جسد ودم، جسد ودم عمانويل إلهنا هذا وبالحقيقة الأخير أن هذا هو الجسد الوحيد الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم
وجعلها واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن من بيلاطس البنطي، وسلم عنا على خشب الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة. آمين 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 آمين. أؤمن آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم. في بيتين الرب سلام ربنا يسوع المسيح فلتكونوا مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الليل يا صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية.